بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده المحاضره الرابعه في النفرولوجي. احنا خدنا الفسيولوجي الكيدني، وخدنا الانيوريا والاكيوت رينال فيلير، وخدنا الكرونيك رينال فيلير. النهارده نفروتك سيندروم. نفروتك سيندروم موضوع مهم جدا جدا لانه كومن، نشوف عيانين كتير جدا. اول حاجه هنتكلم في كذا موضوع في كذا عنوان سهل قوي. ديفينيشن باثو فيسيولوجي، how to diagnose, investigation, complication and treat. ست نقط، كل نقطة تاخدها 10 دقايق، في ساعة نكون خلصنا النيفروتيك سندروم إن شاء الله. What is the definition of nephrotic syndrome؟ Nephrotic syndrome فيها يعني شوية يعني أقول حاجة مش صح في الكلينيكال في الديفينيشن، بس خلاص اتقال محدش قادر يغيره. بدأوا الديفينيشن بكلمة it is a clinical syndrome. ماشي، موافقين. طب أنا معترض ليه؟ أنت إيه اللي مزعلك؟ مزعلني إن النيفروتيك سندروم أربع حاجات، ثلاثة لابوراتوري، ثلاثة معمل. فيبقى كلمة it is a clinical syndrome كلمة مش مستساغة أوي، لكن هنمشيها عشان ما نغيرش حاجة في الطب القديم اللي بقاله سنين. What is the nephrotic syndrome definition? It is a clinical syndrome characterized by أربع حاجات: massive edema, proteinuria, hypoproteinemia and hypercholesterolemia والكوليسترول والتريجليسرايدز الاثنين عاليين. ادي الأربعة اللي يكونوا النيفروتيك سندروم. واحد massive edema، اثنين proteinuria زلال في البول، hypoproteinemia بروتين نقص في الدم، والكوليسترول والتريجليسرايدز عالي. الكوليسترول والتريجليسرايدز الأخيرة دي is not an essential feature in the syndrome، بمعنى إن أنا ممكن أشخص نيفروتيك سندروم من غير الاثنين دول، لا الكوليسترول عالي ولا التريجليسرايدز عالية، وأشخص نيفروتيك سندروم برضه. يبقى الثلاثة الأساسيين، إذا اتوجد الرابع كان بيع. طيب ما هي مش هتبقى بواخة إن أستنى العين يورم عشان أقول ده نيفروتيك سندروم؟ تبقى بواخ. يعني واحد عنده بروتينوريا ولسه ما ورمش، واحد بينزل زلال في البول ولسه ما ورمش، طيب في رقم بعديه ورم؟ ايوه، اسم هذا اللي هو نيفروتيك رينج بروتينوري، ده الاسم المهم قوي تحفظه، نيفروتيك رينج بروتينوري. عند رقم معين اذا البروتينات زادت في البول يبتدي ورم. طب وانا عايز احمي عياني، أنا عايز ألقطه بدري، يبقى مش هستنى لما يورم خالص، أنا هشخص if you suspect disease خد الكدني وهيعمل، خلي بالك من الكلمة، هيعمل نيفروتيك سندروم، في هذه الحالة هنعمل له يورين بروتينز عشان نطلع إذا كان عنده بروتينوريا. إذا كان عنده بروتينوريا تحت الرينج مش هيورم، فوق الرينج هيورم، اسمها نيفروتيك رينج بروتينوري. ادي الديفينيشن، سهله سهله. نيجي بقى للباثوفيسيولوجي، هناخد حاجه حاجه. هو مكون من اربع حاجات: ايديما، هايبوبروتينيميا، بروتونوريا اند هايبركوليسترولين. هناخد واحده واحده من دول نشوف وات از ذا باثوفيسيولوجي، ايه اللي حصل عشان يحصل هذا المشكل. انتوا عارفين حاجه، ادي فينيولر انت، ادي ارتيريولر انت، وادي فينيولر انت، وادي الكابيلاري. طب انا هنا خلايا، الخلايا دي بتاكل ازاي؟ اهي خلايا كتيره اهي، بتاكل ازاي؟ الدم ماشي باوعيه دمويه مقفوله مقفوله ورجع تاني. طب وانا قاعد هنا بتفرج باشا يعني كده قاعد ماليش لازمه، انا عايز اكل. فبيطلع البلازما من هنا وتمتص تاني من هنا، واضحه؟ بطلع ميه من هنا، الميه فيها فيتامين ب وفيتامين سي وامينو اسيدز وفاتي اسيدز اللي انت عايزه كله. انت مش يا خلايا عايز تاكلي، هطلع لك الميه من هنا بكل محتوياتها، بس ارجع اخد من هنا الميه تاني، والا ما ينفعش، مش عايز اقول الكلمه، والا اورم اورم، لان ده الانترستيشن سبيس ما يجيبش، يبقى فيه ميه كتير. ايه اللي بيطلع الميه هنا؟ الهيدروستاتيك بريشر.
انا عندي ضغطين هيدروستاتيك بريشر وانكوتيك بريشر. الهيدروستاتيك في الارتيريال ان اعلى من الانكوتيك، يبقى النت ريزلت بره. الهيدروستاتيك اعلى من الانكوتيك، يبقى النت ريزلت بره، يبقى الميه طلعت. حد غزه هنا الانكوتيك بريشر اعلى من الهيدروستاتيك. ده فينوس ما فيهوش ضغط، فيروح مشفوطه الميه تاني. بس سبحانك الله يا رب، سبحان الله. يبقى بطلع الميه هنا وبدخلها تاني هنا. يبقى انت سيادتك كنت قاعد كده باشا اكتشفت ليه الواحد بيور حاجه من اتنين لسلسه له. الهيدروستاتيك بريشر عالي جدا هنا بيطلع ميه، والهيدروستاتيك بريشر هنا عالي فما خدش الميه، يا اما انكوتر بريشر هنا واطي ما خدش الميه. يبقى يا عليت الهيدروستاتيك بريشر في الفينس سايد، يعني وطيت الانكوتيك بريشر في الفينس سايد. الاثنين دول يخليك تورم. مثال هارت فيلير. ليه الهارت فيلير بيورم؟ لان الهيدروستاتيك بريشر في الفينس سايد عالي، بقى عنده فينس كونجشن وفينس بريشر عالي، فالميه ما تسحبش تاني، بقى ده اعلى من ده. ومين تاني يورم؟ النفروتيك، لان الانكوتيك بريشر معمول بالالبيومين، معمول بالالبيومين، وهو عنده بروتونوريا فهو فقد الالبيومين فمش قادر يشد الميه. الإديمة مهم انك تعرف انها فيري سوفت. ليه؟ لان كونها سوفت او هارد تعتمد على البروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد. كون الإديمة هارد او سوفت تعتمد على البروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد. ده في بروتين قد ايه؟ اذا كان البروتين عالي اتس نون بيتنج. مثال ليمفاتيك اوبستراكشن، تخلي رجل العين قد كده ما تقدرش تحط صباعك فيه. اثنين هايبوثايروديزم، هتخلي العين رجله قد كده ما تقدرش تحط صباعك فيه. ليه؟ في الحالتين دول ذا بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد از هاي، فبتبقى نون بيتنج. لكن هنا ده ما فيش بروتين في الدم، هيبقى ما فيش بروتين في الانترستيشال فلويد، هتبقى فيري سوفت اند بيتنج. واضح؟ يبقى خدنا الباثوفيسيولوجي الاول وهو ليه العيان مورم، عشان الانكوتيك بريشر هنا واطي، فاللي طلع الميه اللي طلع الطبيعي هنا لا تمتص هنا، فيبتدي العيان يورم. دي واحد. اثنين بروتونوريا، this is the primary the only defect تقريبا في الكدني. احنا عارفين الجلوميرولس قايلينها قبل كده، مصفى بيجي فيها الطماطم نعصره يتبقى القشر والبذر. ارجع لاول محاضره، القشر هي الار بي سيز والوايت سيلز والبليتلت، والقشر البذر هو الار بي سيز والوايت سيلز والبليتلت، والقشر هو البروتينز. الخروم وسعت شويه بقى في جلوميرال ليك، ابتدى يفوت بروتينات، يبقى البروتينوريا نتيجه جلوميرال ليك. اي مرض، امراض كتيره جدا جدا، يعمل الحركه دي يعمل نفروتك سندروم او بروتونوريا. اي مرض، ايه هو المرض اللي يقدر يزود الثقوب اللي في الايه؟ في الجلوميرولس، يعني يعمل ليك يفوت البروتينات. طيب يبقى ده بيور جلوميرولار ديزيز؟ اقول لك يس. يعني تيورز لا تتاثر؟ اقول لك اصبر بقى معايا. اكسسيف بروتونوريا تاثر على الفانكشن اوف ذا تيور. لو قعد مده، لو انا قعدت مده عندي نفروتك سندروم وعندي بروتونوريا وماسف، هتاثر على تيولر فانكشن، تنتهي بالعين هيلورينا الفيلير. انما ذا برايمري ديفكت از جلوميرولار ليك، بتفوت البروتينز. يبقى البروتونوريا اتعرفت سببها ايه. نيجي بقى لنمره ثلاثه، احنا قلنا الإديمة عرفنا السبب، بروتونوريا عرفنا السبب. بروتونوريا اذا كانت برينج قليل ما بتعملش إديمة، اذا كانت برينج بين 3 و 3.5 جرام بير داي، 3 ل 3.5 جرام بير داي، يبتدي العيان يورم. نمرة 3 في الباثوفيسيولوجي از هايبوبروتينيميا. الهايبوبروتينيميا مشكلة. ليه؟ هتقول لي ده قلبي، ده منطق، واحنا اتفقنا قبل كده ان الطب ليس منطق.
الميديسن از نوت لوجيك، الميديسن از فاكتس، حقائق مش منطق. تاني ما هو بالمنطق كده، واحد بيخر زلال يبقى الزلال نقص في الدم، ولا برافو عليك ده حاجه، ده هو المنطق تمام. يبقى ده اول سبب للهايبوبروتينيميا، هو نقص، هو ليك اوف ذا بروتين ان ذا جرايس، فوت البروتينات. لكن ده الاماونت اوف هايبوبروتينيميا cannot be explained by the proteinuria. انت بتنزل ب 10 صاغ بروتين في البول، لكن نقص البروتينات في الدم 15 قرش، فيبقى في حاجه احنا مش عارفين ايه هي. يبقى الهايبوبروتينيميا cannot be explained by proteinuria only، مش ده اللي يفسره. عندنا تفسير جميل جدا جدا، البروتين لما نزل في التيوبيولز هو نزل محسوب عليه نقص البروتين في الدم، لكن لما نزل في التيوبيولز اتحول لامينو اسيدز، اتحول لامينو اسيد، فلما نزل في البول نزل امينو اسيدز مش محسوب عليه بروتين، يبقى لا ده ناقص قوي وده نص نص. واضح؟ نمره اتنين، ان العيانين اللي عندهم نفراتك زي ما عندهم ايديما في ايديهم ورجليهم وشهم، عندهم ايديما وده انتستد، فالابسورشن اوف بروتين وحش جدا، يعمل لي نقص في البروتينات عالي. نمره اربعه ودي مهمه جدا، لو كان العيان اليوريا عاليه وكرياتينين، هو ممنوع من اللحوم، ممنوع من البروتينات، لحد ما هتعمل له نقص في البروتين. يبقى وات ار ذا كوز اوف هايبوبروتينيميا ان نفراتك؟ واحد ده بروتينوريا. اثنين لاك اوف ابسورشن اوف بروتين فروم ذا انتستن عشان الايديما. نمرة ثلاثة الدايت ريستريكشن لو اليوريا والكرياتينين عاليين. البروتين اللي في البول ما يفسرش نقص البروتين اللي في الدم للأسباب اللي احنا قلناها، بلس إن البروتين نزل في اليورين اتكسر بقى أمينو أسيد، أجي أحسب في اليورين بروتين قد إيه؟ قال لي شوية قد كده. طب بقيته فين؟ ما هو راح بقى أمينو أسيد. واضحة؟ يبقى الباسو فيسيولوجي إيديما اتفقنا عليها، بروتونوريا اتفقنا عليها، هايبوبروتينيميا اتفقنا عليها، هايبركوليستيروليميا از نوت اكسبلينت. حتى الاكسبلانيشن اللي موجود بين ايدينا مش مقنع قوي، ويقول لك عشان القلب والنقص فالليفر ابتدى يشتغل عشان يطلع قلبه. ايوه عشان يطلع قلبه. قال لك لا ما هو طلع معاه كوليسترول، منطق ما يجيبهاش، ربنا ما عملش كده، مش عشان انا بعمل البيومين او ما اعمل معاه كوليسترول، يعني غير منطقيه خالص خالص. اي نعم احنا الطب مش منطق، لكن برضو بالمنطق ما تجيش الثيوري دي ان الليفر يلا النشاط بتاعه عالي فيطلع بالمره كوليسترول. هذا الاكسبلانيشن اوف هايبركوليسترولين. ولذلك اللي يقول لي في الامتحان هايبر از نون اكسبلين احترمه جدا، لان الاكسبلانيشن مش ما يخشش معانا في العلم اللي اتعلمناه. يبقى رقم واحد، وات از ذا ديفينيشن اوف نيفروتيك سيندروم؟ ات از ا كلينيكال سيندروم كاركترايزد باي ايديما، هايبوبروتينيميا، هايبو البومينيميا او هايبوبروتينيميا، هايبركوليسترولينيا. وات از ذا باثوفيسيولوجي؟ الايديما معروف سببها، هايدروستاتيك بريشر بيطلع ميه، وانكوتيك ما بيشفطش لان الانكوتيك معمول بالقلب. الهايبوبروتينيميا نتيجه الليك اللي بيحصل والابسورشن والدايت ريستريكشن. البروتينوريا جلوميرال ليك فوت البروتينات، اي مرض يعمل كده هيعمل نفرات. هايبركوليسترولينيا از نوت اكسبلين. العنوان الثالث في المحاضره وهو مهم جدا 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 جدا، هاو تو دايجنوز. والله انا لو لقيت طالب حاطط عيان نفراتك مدخلول وانا عارف ان نفراتك وقال لي ده نفراتك اسقطه. والله وبلا حرق وحلال في سقوط. لماذا؟ لان نفرتك اربع حاجات، ثلاثه معمل. هو انت سيادتك عملت له معمل؟ انت بتقول لي ده نفرتك على اساس ايه؟ مورم؟ طب ايه؟ اذا تو ابروتش البيشنت عشان اوصل لنفرتك اقول لك من هو اللي يورم؟ من هو اللي يورم في الطب؟ واحد هارت فيلر. فالطالب الشاطر بقى يقول لي ده مش هارت فيلر. اقول له ليه ده مش هارت فيلير؟ يقول لي النفروتك سندروم هايبو فوليميك بيشنت، مش
بص بقى، في عيان، في مورم، في طالب جحش. اذا ده مورم يبقى البلاد فوليوم عالي جدا. اقول لا، ده انت جحش كبير جدا. هو الميه اللي طلعت تحت جلده دي وطلعت من الفيسلز على حساب ايه؟ على حساب هيز بلاد فوليوم. يبقى هيز هايبوفوليميك مش هايبر فوليميك. هو منفخ بس هايبوفوليميك، وبالتالي فرق كبير جدا ان هارت فيلير هايبر فوليميك ونفروتك هايبوفوليميك. بص للنيك فينز، النيك فينز في الهارت فيلير از كونجستد، لان العيان ما بياخدش الدم في الرايت سايد وهايبر فوليميك، بينما النيك فينز النفروتك سندروم از امتي. ليه؟ لان العيان هايبوفوليميك. امتى او امتى نادرا؟ لما تبقى النيك فينز كونجستد في حالات النفروتك، حالتين لا ثالث لها. الرايت سايد فيلير بيعمل بروتونوريا، فممكن يكون البروتونوريا كومبليكيشن لرايت سايد هارت فيل. طب الاصل هارت فيل، يبقى النيك فينز كونجست، او ان النفروتك سندروم از كومبليكيتد باي بيريكارديال ايفيوجن، هيعمل كونجستد نيك فينز. انما الاصل في النفروتك ان النيك فينز ار نوت كونجستد. لماذا؟ بيكوز ذا بيشنت از هايبوفوليميك. فلما يجي لي عيان اقول لك ده مش هارت فيل. ليه؟ اولا الإديمة في الهارت فيلر بتبتدي في الرجلين. نمرة اثنين، الليفر از كونجستد. نمرة ثلاثة، النيك فينز ار كونجستد. أربعة، الرايت فينتيكل كبير. خمسة، في جالوب على التريكاسب. الخمسة دول يقول لي ده مش هارت فيلر. أقول له برافو عليك. يعني أنت هتشخص النفروتك باي اكسكلوجن، بتستبعد. يقول لي آه، ده مش هارت فيلر. أقول له برافو عليك. نمرة اثنين، تقول لي ده مش ليفر سيروس. ما هو الليفر سيروس بيورم، عنده هايبو ألبومينيميا. ما هو الليفر هو اللي بيعمل ألبومين، والليفر لما يبقى سيروتك مش هيعمل ألبومين، وبالتالي العين هيورم. لا، ده الورم في الليفر سيروس على صورة أسايتس، على صورة كوليكشن اوف فلويد إن ذا بيريتونيم، بلس إن عنده أذر ساينز أوف ليفر سيروس. الليفر الشارب إيدج وفيرم، السبلين كبير، عنده أذر مانيفستيشن أوف ليفر سيل فيلير، عنده جوندس، عنده سبايدر نيفاي، عنده فيتور هيباتيكاس، عنده بالما اريثيما، عنده اي حاجه تقول الليفر تعبان والحاله مش كده. برافو عليك، يعني سيادتك استبعدت لي ان يكون هارت. يس، ان هو النيك فينز مش هارت، واستبعدت ان يكون ليفر. برافو، ان ده مش اسايتس بس، والليفر از نوت شارب ولا ان لارج ولا حاجه. فاضل في مين مورمين؟ تقول لي النيوتريشنال. العيال ما بياكلش لحم بيورم، بس ده عيان خاص جدا، مش اي حد ما بياكلش لحمه. ده عيان عنده نيوتريشنال ديفيشنسي عجيبه، تلاقي عنده سلفر جرانيولز، جليستانج، بلاجريك ريش، بدهول ما كلش خالص. فيبقى اللحمه حته من اللي ما كلوش، انما مش هلاقي واحد مورم عشان ما كلش لحمه. طب ما كلش لحمه، ما كلش بي 1 ولا بي 12 ولا هيبقى ايه كده. فده النيوتريشنال. يبقى فاضل مين؟ الكدني. كدني يتورم بطريقتين، يا ماسف إديما في النفروتك، يا مايلد إديما في النفريتك اللي هنقوله المحاضره الجايه. وبما ان ده ماسف يبقى ده نفروتك سندروم. ادي التشخيص. يبقى التشخيص يو اكسكلود رايت سايد هارت فيلير. نمره اثنين، يو اكسكلود ليفر سيروزس. ثلاثة، يو اكسكلود نيوتريشنال إديما. يبقى انا مع كدني. كدني يا ماسف إديما في النفروتك، يا مينيمال إديما في النفريتك اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في المحاضرة الجاية. يبقى العنوان الأول الديفينيشن خلصنا منه. العنوان الثاني الباثوفيسيولوجي خلصنا منه. العنوان الثالث هاو تو دايجنوز عرفنا. طب إيه بقية الكلينيكال بيكشر؟ هو مورم وبس؟ لا. إمتى أفكر إن الورم ده نفروتك؟ في ثلاث حتت مهمة جدا. ذا دورسوم أوف ذا هاند، ذا ابدومينال وول، اند ذا جينيتال. الحته دي لما بتورم بتبقى ترجح اكتر ان يكون نفروتك. دورسم اوف ذا هاند، ابدومينال وول، اند جينيتال. وانت بتفحص العين تلاقي صوابعك علمت في الابدومينال وول في بطنه، يبقى غالبا ده نفروتك سندروم. خلي بالك العين ده هايبوفوليميك، وافقنا على كده. الميه اللي طلعت من البلد فهو هايبوفوليميك. طب الهايبوفوليميا تعمل ايه؟ تعمل هايبر الدوسترونيزم.
بتعلي الاندسترول. طب والاندسترول لو عالي يعمل ايه؟ صوديوم ريتينشن وبوتاسيوم لوس، يبقى اكيد العيان ده عنده كل المانيفستيشن اوف هايبوكاليميا. لماذا؟ اولا للهايبر اندسترونيزم، وبعدين العادي كده لو راح لدكتور اي واحد هيكتب له دايرتك، اي واحد اي واحد مهرب يكتب له دايرتك، هيبقى عنده هايبوكاليميا لسببين. السبب الاول هي الهايبر اندسترونيزم، والسبب الثاني هو اليوز الاكسسيف يوز اوف دايرتك. طب الهايبوكاليميا تعمل اربعه ايه؟ اربعه ايه ما تنساهمش. تؤثر على المخ يبقى اباثيتك العيان، تؤثر على العضلات يبقى اسينك العيان، تؤثر على الانتستين يبقى عنده اتوني العيان، تؤثر على القلب تعمل اريزميا، اسينيا اتوني اريزميا اند اباثي. الاربعه ايه؟ تحفظهم كده. فدول بيأثر على البرين اباثي، على الانتستين اتوني، على المسلز اسينيا اند هارت اريزميا. الهايبوكاليميا خطيره جدا جدا زي الهايبركاليميا بالظبط، الاثنين في منتهى الخطوره. طيب هتقول لي طب ما ده قاعد يفوت يفوت حاجات كتير جدا، يقول لك يس يفوت كالسيوم، يفوت كالسيوم طبعا، بس ما يحصلوش تيتاني، ما يحصلش تيتاني. لماذا؟ لان الكالسيوم لوست از ذا بروتين باوند كالسيوم مش الايونايزد، الايونايزد ري ابزوربد عادي جدا، لكن هو بياخد البروتين باوند كالسيوم ويفقده وده ما يعملش تيتاني. طب انا بقى لقيت واحد نفروتك وعنده تيتاني، يبقى الكالوتك تيتاني من الهايبوكاليميا، يبقى الكالوتك تيتاني من الهايبوكاليميا مش هايبوكالسيميك تيتاني، لان نادر جدا 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 ان الايونايز يتاثر. يعني لما اقيس التوتال كالسيوم في الدم احليه واطي، يقول لي ما خلاص ده هيفصل التيتاني، يقول لك لا، لان الايونايز فراكشن از نورمال، النون ايونايز اللي هو بروتين باوند هو اللي ايه؟ هو اللي واطي شويه. يبقى ده بتحط في الكلينيكال بيكشر. يبقى انيميك ممكن جدا، المرض الاساسي يعمل انيم او اللي هو عمل النفروتك، فيبقى العيان مورم وعنده هايبوكاليميا عملت لي الاربعه مانيفستيشن، ما عندوش تيتاني وانجاله تيتاني تبقى هايبوكاليميك تيتاني، عنده انفكشن بسهوله جدا لانه هي لوسز ذا اميونوجلوبولينز، الاميونوجلوبولينز نازله مع البروتين فبتعمل لي هذا المنظر. تقول لي طب انت ما جبتش السيره دي، اقول لك انت عندك مصفى فيها فران وصراصير، مصفى فيها فران وصراصير، والخرم بتاع المصفى فيه صرصار بس، يبقى الفار مش هيظهر في العصير، يبقى العصير صراصير فقط. لكن لو الخرم بتاع المصفى يفوت فار يبقى اكيد هيفوت صرصار. الجلوميرولس ممكن تفوت البيومين بس فقط لان الثقوب صغيره، انما قد تفوت جلوبولين، قد تفوت جلوبولين، يبقى في هذه الحاله اكيد الالبومين ظهر لان جلوبولين ظهر، ما هو جلوبولين اكبر من الالبومين، اذا الفار فات الصرصار فات. ومن هنا تقسم البروتونوريا الى نوعين كبار جدا، سيلكتيف ونون سيلكتيف. سيلكتيف اذا كان البيومين فقط، نون سيلكتيف الخروم واسعه منفذه كل حاجه، عشان كده الانفكشن كومن في حالات النيفروتيك سيندروم. الكومبليكيشن او ده كلينيكال مانيفستيشن بتاعته دي مهمه جدا، قد يحصل شويه كومبليكيشن زي ايه؟ بيريكاردال افيوجن ممكن جدا جدا، زي ما الميه قاعده تتجمع يحصل شويه اسايتس، بلورال افيوجن، بيريكاردال افيوجن، كل دي كومبليكيشن. انفكشن از كومبليكيشن. لا خد الاهم بقى، ثرومبوس. معظم الناس النيفروتيك بيجي لهم ثرومبوس. ليه؟ عنده نص في البول اوف انتي ثرومبين 3 وعنده دي هايدريشن، الاثنين دول كفيلين انهم يعملوا لي ثرومبس، فيبقى عندي انتي ثرومبين 3 ضايع اللي هو بيض، ونمره 2 عندي هايدريشن. وفي ناس بتقول ان زي الليفر ما ابتدى ينشط ابتدى يعمل فايبرينجن اكتر، يبقى ثرومبوزس تخوفني في نفروتك، تخوفني ككومبليكيشن. من الحتت اللي بيحصل فيها ثرومبوز مهمه قوي الرينال فين. طب اشمعنى انا وقفت عند الرينال فين؟ اشمعنى ده؟ لان رينال فين ثرومبوزس يعمل بروتونوريا. خلي بالك رينال فين ثرومبوزس يعمل بروتونوريا، وبروتونوريا تعمل رينال فين ثرومبوز. هيجي لك عين بروتونوريا ورينال فين ما تعرفش مين اللي ابتدى، ما تعرفش هو اصلا ايه.
مريض اللي عنده رينال فين تروموس ليس امايلويد مثلا وجاله رينال هيجيله بروتينوريا عنيفه هو مش نفراتي خالص ده هو رينال فين تروموس. العين اللي عنده رايت سايد هارت فيل وعنده رينال فين بريشر عالي فبيجيله بروتينوريا مش احنا قلنا نفراتك احد الكومبليكيشن اوف رايت سايد هارت فيلير فده نخلي بالنا من الكومبليكيشن دي. يبقى الانفكشن كومبليكيشن الثرومبوزس مهمه جدا للثلاث اسباب اللي قلتهم بريكارديال افيوجن بلورال افيوجن اسايتس كل دول كومبليكيشن لنفروتيك سندروم. طيب انا عايز اشخص نفروتيك سندروم مرتاح بقى لابد انقل من الكلينيكال مانيفستيشن الى الانفستيجيشن. نبدا بتحليل البول الفوليوم اوف يورين قد ايه؟ فكر شويه دلوقتي انت عندك جلوميرولس اهي هنا في بروتين مش هيشد ميه؟ مش احنا قلنا البروتين بيشد ميه اونكوتيك بريشر. طب ما انت عملت بروتين ان باومنز كبسول يبقى الجي اف ار از هاي. خلي بالك الجلوميرولر فلتريشن ريت في عيان النفروتك هاي مش لو بعكس الامراض كلها ده عنده ميه نازله كتيره جدا فتقول لي يبقى بوله كتير او لا تبقى حلوف تبقى حلوف لان هل الذي يحدد كميه البول هو جي اف ار ولا الري ابسوربشن؟ الري ابسوربشن هو اللي بيحدد كميه البول كل اللي هينزل هنا هيبقى ري ابسورب الثاني فمفيش يبقى كميه البول تقريبا كما هي ما زادتش يبقى فوليوم اوف يورين نورمال ان سبايت ذات ذا جي اف ار از هاي. جي اف ار عالي لان البروتين اللي نزل في باومنز كبسول بيشفط ميه عالي لكن اللي بيحدد كميه البول هو تيبيولز وليس الجي اف ار. جي اف ار اختصار جلوميرولر فلتريشن ريت. تمام؟ طب نمره اتنين سبيسيفيك جرافتي تقول لي ما هو في بروتين بقى اقول لك اما اجيب بيض واحطه في ميه اغير السبيسيفيك جرافتي يا جحش. البروتين ما يغيرش السبيسيفيك جرافتي. يبقى هتقول لي نورم اقول لك لا هي عاليه. تقول لي ليه؟ فاكر لما قلت لك البروتين بيكسر على التيبيول وهو نازل بيبقى امينو اسيدز فاكر؟ الامينو اسيد تعلي السبيسيفيك جرافتي. يبقى اذا كان هناك تغيير في السبيسيفيك جرافتي فهي الى الاعلى وليس الى الاوطى. لماذا؟ due to the presence of amino acids in urine. ادي الفوليوم اوف يورين وادي السبيسيفيك جرافتي. هل في كونستيتيوت البروتين؟ اهم حاجه. في معامل تبعت لك البروتين بلس 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 ده ترميه في الزباله. لا تتعامل مع هذا المعمل بتاتا. بروتين يعني 24 ساعه. بروتين يعني 24 ساعه، يعني بول 24 ساعه فيه كم جرام بروتين؟ ده اللي مهم جدا. ليه؟ عشان اشخص. طب والاهم؟ عشان فولو اب. انا هبتدي اعالج، هشوف البروتينوريا قلت ولا زادت. يبقى البروتينوريا مهمه جدا، هي بتتراوح من 3.5 جرام ل 7 جرام، في حالات ريكوردد 25 جرام، بس نص جرام في الفيميلز فوته. عشان الميوكس نص جرام في الفيميلز فوته ما تمنعوش اهميه لكن اذا كان البروتينوريا اعلى من هذا نبتدي نعمل لها فولو اب. فولو اب ازاي؟ انا عامل يورين بروتين 24 ساعه وعيد. هل هناك كاست؟ يس. القلب وهو نازل في التيبيول خد شكل التيبيول وطلع بهذا الشكل اللي هي زي العصاية القلب اسمها هاي لاين كاست. ادي تحليل البول فوليوم نورمال سبيسيفيك جرافتي اذا اتغيرت تبقى الاعلى شويه بروتين 3.5 جرام 4 جرام زي ما انت عايز في ال 24 ساعه. عايز تعمل تبص على الكاست هتلاقي هاي لاين كاست. في بقى ناس بتعمل يعني ايه اشيك مننا شويه يقول لك البروتين نزل ده نوعه ايه؟ هل عنده سيلكتيف بروتينوريا في قلبه بس ولا نون سيلكتيف المونوجلوبولين؟ اقول له طب انت ايه تعب نفسك ليه ومكلف العيان ليه؟ يقول لي عشان البروجنوزس النفروتيك السيلكتيف بيتر بروجنوزس ذان نون سيلكتيف. ده هيخف اسرع واحسن مش هيعمل اي كومبليكيشن. يبقى عملنا تحليل البول مهم جدا. تحليل الدم اهم حاجه البروتينز هنلاقي القلب متواطي هتقول لي يا سلام طب ده نص
يعني عدد كبير جدا من المصريين عندهم ليفر سيروز، والليفر هو بيعمل قلبهم، فهيبقى القلب واطي، هتلخبط. اقول لك عمرك ما هتلخبط. في الليفر سيروز القلب لما يوطى يحل محله جلوبيولا، يبقى عندنا ريشيو اسمها اي جي ريشيو، اي البومين وجي جلوبيولين. نورمال الالبومين 4 وجلوبيولين 2، تبقى الاي جي ريشيو 4 الى 2 اي 2 لواحد، صح؟ في الليفر سيروزس الالبومين هينزل، الاربعة هتبقى 2 وجلوبيولين هيعلى، الاثنين هتبقى 4. انفيرشن اوف اي جي ريشيو ده غير موجود في النفروتك بتاتا. يبقى النفروتك يا اما الالبومين هينزل وجلوبيولين ثابت، او الالبومين ينزل والجلوبيولين معاه عمره ما يعلى. الحالة الوحيدة اللي الالبومين ينزل والجلوبيولين يعوضه ويعلى هي الليفر سيروز. فتقول لي لا انا مش هتلخبط في دي لان عملت عليه دم. قسنا البوتاسيوم هنلاقيه له، لو قسنا الصوديوم جايز نلاقيه عالي مش قوي، لان الصوديوم بيهرب مع الايديما فلويد، فالسيرم صوديوم هيبقى تقريبا نورمال، واذا كان اب نورمال يبقى عالي حاجة بسيطة جدا. اذا قسنا الكالسيوم التوتال هنلاقيه له، بس ذير از نو تيتاني لان الايونايز كالسيوم از نورمال. ده هنعمل الترا ساوند على الكدني بتطلع نورمال سايز، مفيش مشكله. واحد هيقول لي في الانفستيجيشن لازم اعمل رينال بايوبسي؟ اذا شخصت الحاله من غير انفيزيف تكنيك يبقى كتر خيرك. اذا شخصت الحاله من غير انفيزيف تكنيك، من غير رينال بايوبسي، كتر خيرك. اذا فشلت الرينال بايوبسي از اسينشال تو دايجنوز نيفروتك سندروم. في كتاب كنت قريته ايام ما كنت نايب اسمه دورنر بتاع كلى، كان كاتب كده It is a crime، انها جريمه، It is a crime to treat and diagnose nephrotic without biopsy. كان بيعتبرها جريمه انك لازم تاخد رينال بايوبسي. عشان اقول ده كده What are the causes of nephrotic؟ كتير جدا 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 اسباب النفروتك، اهمهم مينيمال ليجن جلوميرولونفرايتس وممبرنس جلوميرولونفرايتس. دول نوعين هنقولهم المحاضره الجايه في موضوع اسمه جلوميرولونفرايتس. الدايابيتس يعمل، واللي ارجع المحاضره اللي فاتت هتلاقي الدايابيتس بيقفل الايفرنت ويخلي الافن زي ما هو، فبيزود الجلوميرول بريشر فيعمل هايبر فلتريشن. مع الهايبر فلتريشن بيحصل بروتولوجي، تمام؟ دايابيتس امايلودوزس، يعني بعض الدراجز بتعمل نفروتك، رايت سايد هارت فيلير، كونسيب بيريكاردايتس، كل دول يعملوا بروتونوريا وهارت فيلير. في عيان بقى لذيذ جدا تفضل تتحايل عليه ياخد ادويه، يقول لك لا ان شاء الله هتبقى كويس. يا عم لا لازم تاخد ادويه، يقول لك شفت يا دكتور مالكش حق، زي اهي الورم راح الحمد لله لوحده. تسيبه وتصوت وتلطم، تلطم من هو المريض اللي الورم يبتدي يفش لوحده بدون علاج، وعمره ما هيخف لوحده. كرونيك رينال فيلير، لما جاله رينال فيلير ابتدى يبقى بوليوريك، والري ابسورشن اتفقنا عليه المره اللي فاتت. فعيان الكرونيك هي فيلير، البروتينوريا تختفي والورم يروح، فمش حاجه تسعد ان تلاقي العيان فش لوحده من غير علاج، دي ظاهره مش حلوه بتاتا يعني. What are the complications of nephrotic؟ قلنا اهم حاجه pericardial effusion وpleural effusion وascites thrombosis infection، كل دي complications مهمه جدا جدا. treatment، العين هيجي طبعا لازم نصلح له كل حاجه فيه. نمره واحد دايت، والدايت 3 دي، احنا بنعالج بال 3 دي، دايت ودراجز ودايلسيس. طبعا الدايلسيس ملوش اي محل يعني. الدايت ثلاث عناوين، ميه واملاح وبروتين، ميه واملاح وبروتين. ميه، هل يشرب ميه؟ تقول لي اه ما هو هايبوفوليميك، اقول لك اوكي هو مش هحرمه الميه، بس خلي بالك الميه هتخش هتطلع في الاديما فلويد. طب تقول لي طب ويعني؟ اقول لك يا نهار اسود، ده العين يخش في فيشن سيركل. ليه؟ شربت ميه دخلت في البلاد طلعت في الاديما، هايبوفوليمي، هايبر الدسترونيزم، مور اديما، مور هايبوفوليمي، وانت ماشي. ما هي كل ايه اللي بيعمل اديما قوي؟ الهايبوفوليمي. طب وايه اللي بيزود الدسترون قوي؟ الهايبوفوليمي. يبقى كل ما عملت اديما عملت مور هايبوفوليمي،
مور هايبوفوليميا مور هايبر الدوسترونيزم مور سولت ووتر ريتينشن، وبالتالي ياخد ميه بس ليس ذان ذا ووتر بالانس. هو الووتر بالانس بتاعنا عباره عن ايه؟ كميه البول بلس 500، نديله اقل شويه، نديله كميه البول بلس 100 او 200 مش ضروري 500. يبقى انا كل شويه بنقص له ميه، كل شويه بنقص له ميه، يبقى ده اول علاج للإديمة ان انا بقلل ووتر انتيك. صوديوم اظن مش ممكن حد هيقول لي اديله صوديوم وهو مورم وعنده هايبر الدوسترونيزم، يبقى الصوديوم ابسوليوتلي ممنوع. بوتاسيوم از فري. فاكر الاكيوت اللي انا فيه قلت لك كوبايه ليمونات تموته، لان ده هايبر كاليم، ده ياخد بوتاسيوم براحته جدا لان عنده هايبوكاليميا والبوتاسيوم هيصلحه. بروتين ياكل اكسس بروتين. فالكرونيك رينال فيلر كنا بندي 40 جرام في اليوم، لو واحد وزنه 80 كيلو بياخد 40 جرام لانه نص جرام لكل ايه؟ لكل كيلو في الوزن. ده هياكل بروتين، ياكل بياض بيض وياكل لحمه عشان نعوض البروتين، ساعات نعوض بالبروتين اي في. يبقى الميه اتفقنا عليها والصوديوم اتفقنا عليه والبوتاسيوم والبروتين اتفقنا عليه. الدراجز طبعا دايوريتكس طبعا، يا اما تختار فلوسيمايد او انتي اندوسترون اللي هو سبايرون ولاكتون، الاثنين هيصلحوا العيب. طب دراجز ثانيه هيومن البومين، ممكن ندي البومين عشان نقلل الاديمه ونصلح الهايبو البومينيم. الاستيرويدز نون استيرويد الانتي انفلاماتوري كانت بتنفع في بعض الحالات، وبعدين الاستيرويدز بتنفع في بعض الحالات. طب ايه اللي قول لي حلوه ولا وحشه؟ انا حدي استيرويد، حدي كورتيزون، واشوف بروتين البول، وأقسم العيانين لنوعين كبار جدا، احفظ الاسم ده، ريسبوندرز ونون ريسبوندرز. الريسبوندر ان البروتين ابتدى يقل في البول اكمل الكورتيكوستيرويدز. نون ريسبوندرز دول زي الدايابيتكس وزي الامايلويد، الاثنين دول ياخدوا كورتيزون البروتونوريا تعلى، فاذا كان نون ريسبوندر يبقى هذا المريض مش هياخد كورتيزون. لا تنسى الانتي بايوتكس لان العين ده عرضه انفكشن. نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله.